انا بنيتي اسمها رقيه مسعيد زايده في الدار البيضاء. وانا بنيتي مشيت لليبيا مني كان ولدي باقي صغير عنده عامين. مشيت لليبيا عشت فيها تمايا انا ولدي. ومني بقيت تمايا الوقت اللي صدق الحرب وناض الصداع وقتلوا القذافي خادوا لي حوايجي وذهبي وفلوسي كلشي خادهم ليا. وجراو علينا من تما جابونا المطار الناس اللي خلصوا علينا التذكره باش جيت انا ولدي. من تما مني جيت بنيتي للدار البيضاء الناس اللي تعاونوا معايا خلصوا لي واحد 3 شهور وبقيت ساكنه. ومني كملت ديك 3 شهور ما جبت لي باش نخلص لا والو حتى الماكله ما جبت باش ناكل لا باش نعيش انا ولدي. راجلي مات وبقيت بنيتي هاكا بقيت الله كريم ما عندي لا ما نجبد لا ما ندير دراعي مارس ديرك سيده تما ما طلعتني والو. قال مني مات القذافي ما عندك ما عندك ما تاخذي لو كان بقى القذافي حيت تاخذ رزقك دابا القذافي مات الله يعاون الله يعاون. دراعي مقسوم من النص والكتف والحوض والركبه. انا عندي كانوا عندي جوج خالات ماتوا وانا كابره في السباته في شارع الشجر في درب الدوام الزنقه 23 دار 3. كنت عايشه تما تم فين كبرنا تما فين عشنا. ولكن مني ماتت الوالده ما بقات عش حد تفرقنا على بعضنا بعض. ومشيت انا ليبيا وجيت لقيت كلشي اللي مات ولي هذا ما بقى عندي حتى شي واحد. بقيت في الراديه اللي انا ولدي ما عندنا فين نمشيو ما عندنا فين نشوف بقينا وحدانيين. دابا المشكل ديالي هو ديال بنيتي الكرا واللي ما وضو ما عنديش باش نخلصو ما عنديش باش نخلص والو ما عندي حتى شي حاجه. انا كنطلب من الله والمحسنين يشيو ليا شي دار اي البيت بيت الطواليت ديالها وبابين سدو عليا. لقبش تقهرت مع الجيران كل نوبه هز حوايجي خارجه باركين عليا بالسبان وبالهذا وباغا تكمش فيا ضربني. وولدي الا بغى يدخل الطواليت كتجرو من تما قالت لك عندهم الحقوق العيالات وداك الشيء راه نطيح لي الباطون صيفطوه للحبس. وهذا اللي بنيتي باش انا جعلني باش نشوف المحسنين حنوا فيا اللي شافني بعيني حن عليا بقلبه. تم العميله عطيتها الرساله ديالي راه رسالتها عندها عام وهي عندها محطوطه ما بغات تستقبلني كنمشي ما كيجروا عليا من العماله ما يخلونيش نمشي عندها ولا نستقبلها. ودابا بنيتي انا ضايعه الباب اللي دقيت عليه ما كاين شيء ما خطا واحد الراجل الله يكثر خيره ويكثر خيركم. ده هو اللي دخل لي ولدي مشيت طلبته ورغبته بشهر تقريبا هو يدخل لي ولدي. دابا داخل 3 شهور هادي هما دابا هي السبب للسبب عطلاتو ليا خاصو 11 ونص يكون في الديبو ما خلاتوش يخرج ما خلاتوش يمشي. وراه هو دابا ضاع عليا دابا حابسين. ومني قال لي ما دخلنيش انا في الدار ولا في اللي تخاصم معاه ولا والو. انا الخدمه 11 ونص تكون في المخزن تاخذ الكروسه ديالك وتخدم. ودابا بنيتي انا بركت لا خدمه لا هادي لا من يعاوني. انا ولدي مسكين باغي يعاوني على الكرا وباغي يعاوني على الموضوع واخا ضاع في قرايته وما عنده صنعه ما عنده شيء. وانا مستقبل ولدي ومستقبلي انا كلشي مشى ما عنديش بنيتي حتى من حويجاتي وذهبي وفلوسي كله خاضوا ليا في ليبيا خرجونا طوال. ودابا بنيتي انا يا طالبه الله ومنكم ومن سيدنا سيدي محمد انا بغيتك تشوفني وتراجيني وتحن فيا راك عزيز عليا والله يشافيك والله يعفو عليك. انا بغيتك تحن فيا وتشوف فيا. انا مقهوره لا في الكرا ولا في المعيشه ديالي انا ولدي. انا بغيت اللي يحن فيا يشيلي وعطيه البيت بيتي يكون من الباب ديالو ويكون بوحدي. الله يثبت الحسنات ديالكم الله يثبت الاجر ديالكم. دابا هي في هذا الوقت وهاد الندم كطلب مني نخلص لها 3 شهور ونخوي ليها بالدار ونخلص حقي في الموت شحال هادي ما جا ولا ما شحال غادي يكون عندي وانا ما عنديش. الله اللي شافني الله اللي عيب طالع بيا انا ما عنديش وما يرسم دراعي بالقتله نهز ولا نحط بنيتي.